متابعي ومتابعات قناة شوف تي في، أسعد الله صباحكم. هنا من مدينة أسافي وبالضبط من الجنوب ديالها، كنعرض عليكم في هذه اللحظات حالة إنسانية قررت أنها توجه للنداء عبر إحدى القنوات من أجل الحصول على مساعدة باش يحيد من هذا الكرفي، من هذه العيشة الصعبة اللي كيعيش فيها. إذا في ظروف لا إنسانية بعد، ديجا عايش فيها مسكين هذا السيد هذا من الشتاء، حنا كنصوروا معاه والشتاء كتصب عليه، والشتاء خايط من السماء، منو الزنقة منو البرد، مجموعة ديال الأطفال، حالة عنده إعاقة جسدية ما كتخولش ليه أنه يكون عامل، لأنه يخرج يجيب طرف ديال الخبز لوليداتو ما قادرش، الله يحسن العوان. خلاه انه يتوجه النداء، النداء غي سالي بعملية ديال النصب من بين أحقر وأصعب وأخيب الحالات، أن الإنسان يقدر يأكل الرزق ديال الإنسان وخوه درويش، ديال خوه ما في حالوش وما لاقيش ديجا هو باش يعيش، ما بالك انك تجي تطمع في داك البوفري كيف ما كنقولو، في داك البوفري اللي ما عندوش. اذا السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة اسمك الله. الله اخويا عمار جديد. عمر. عمر شحال في عمرك؟ 40 سنة. شنو وقع لك اخويا عمر؟ السيدة تعدت عليا، نرجع معك عمر. عمر شنو عندك ديال الوليدات؟ عندي جوج وليدات. عندك جوج وليدات، وشنو الخدمة ديالك؟ ولا خدمة ما والو، تقول ما خدامش، والو، انت مضروب في رجليك، تقدر توقف يشوفوا الناس كي دايره الحالة ديالك الا كان ممكن. انت عمر عندك رجل طول من الرجل، ياك رجل طول من الرجل، اذا انت عمر سكيت صعب عليك الحركة، بزاف كاع. ما كتقدرش تمشى، ما تقدر تمشي للسوق بحالك بحال الناس، لا، ما تقدر. كيفاش كتعيش؟ القدرة الإلهية. الحمد لله. كيتعاونوا معاك الناس الجيران ديالك و... مية والله، هو باش ما يسخر الله. عايشين تنشوف الله اش دار. كنتي طلبتي النداء باش ان الناس يعاونوك، تلقيتي شويه ديال المساعده شي بركه، تماما. شحال تقدر تقريبا، شحال توصلتي من عند الناس، شحال عاونوك الناس، الا باش نفهموا هاد السيده دي شحال دات لك ديال الفلوس؟ والناس تساهم معي شي 7000 درهم. شي 7000 درهم. من موراها كتلقى شي مكالمة، عاود لينا شنو، شكون هاد الناس اللي عيطوا لك، شنو قالوا لك في البداية، شنو وقع؟ وهاد الناس قال لك اسيدي، احنا من هالجمعية، احنا من الجمعية غادي نعاونوك وغنساعدوك وغنشرو لك الدار وغادي نشرو لك. وهموا لي بشي اوهام غير خيالية، وداو لي الرزق ديالي. دابا عيطوا عليك قالوا السلام عليكم السي عمر، حنا نتعاونوا معاك غنجيبوا لك دار، جلسوا عليك، صيفط لينا صيفط لينا صيفط لينا. شحال صيفط لهم؟ وصيفط لهم 46 ألف و 38 ألف و 16 ألف و 8 ألاف ديال السانديكو، وقال لك تاني واحد 16 ألف ديال الضريبة. تكملوا لي، مابقاش عندي شي ريال والو. وفي التالي قالوا لي انت خاصك دكتور مرض نفساني. هما فاش عيطوا لك المره الاولى شنو قالوا لك بالضبط؟ كيفاش تدخلوك؟ كيفاش تتقتي فيهم بديتي كتصيفط لهم الفلوس؟ وهموني، صيفطوا لي الدار وصيفطوا لي الفراشات وصيفطوا لي داكشي ديال الاوهام. وهموني باش قالوا لك راه غنعطوك الدار، ها هي موجوده. هي موجوده، راه عندي التصاور تاعها، عندي داكشي اللي يحتاجني شي واحد وباغي الحوايج نعطيهم ليه. اي واحد كيتابعني ولا كيشاهد الورقه نعطيهم ليه من الاول حتى الاخر. قالوا لك احنا نصيفطوا لك الدار، وقال لك الدار تصيفط، الدار هي موجوده، انت نعم، خاصك تحفظ أي، وتسجل نعم، وتدخل المكانه والضوء والماء نعم، ودير سانديك، نعم، وانت كتصيفط. وأنا كنصيفط، أنا كنعطي، اي بركه كانت عندك صيفطها لهم. صيفطت، بقيت باقي، لا حول والو، ولا قوه الا بالله. إحنا بعيد ما كان، توحدنا، ما كاين والو، خبز ما كانش باش نشريه. لا حول ولا قوه الا بالله.
للمتابعين ديالنا ومتابعاتنا الكرام، هذه حالة من بين الحالات. هناك مجموعة ديال الناس سمحهم الله لا شغل لهم الشاغل سوى حبك خيوط ديال عمليات النصب. عمليات النصب في هذه الحالة كتكون أشد وأعمق ضررا. هنا أنت كتحاول، أنت ديجا كدير النصب، أنت كتاكل الحرام دو باز، هذه لا نقاش فيها، ولكن أنا كتوجه لواحد الإنسان اللي هو مضرور وضعيف وكيعاني من الإعاقة والفقر والجهل وعايش في الخير ديال الدنيا، ومع ذلك تحاول تقنعه وتلعب ليه على ذاك الوتار ديالو أنه خاصو دار، حيت هو وجه نداء أنه باغي غير دار، باغي غير بيت فين يقدر يسكن هو وليداتو ويجمعهم في بلاصة اللي هي نقية. كتجي كتقول ليه أنا غنعطيك دار، أرى صيفط ليا. وكيفاش كدار هذه العملية؟ هذه جد عملية جد 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 خطيرة، فعلا عملية جد خطيرة أنك تبدا تلعب على الوطن. سي عمر، بغيت نسولك، واش درتي شكاية للمصالح ديال الأمن ولا للنيابة العامة ولا فين مشيتي؟ ما مشيت لطبلة سابقة، حاليا مشيت لطبلة، علاش؟ ما عنديش باش نمشي، شكون يوقف معايا؟ ما كاينش، ملي لقيت تمن ناكل نحسب بقات هي المحكمة، لا، وخاصك تمشي دير شكاية. وخاصني باش، خاصني شي واحد الناس يدخلوا لي في هادشي، في الحق ديالي يعني. أنا كنت بالصوت تاخذ الحق ديالي من هاد الناس. لا، السلطة خاصها تدخل، خاصك تمشي دير شكاية، خاصك تمشي عند رجال الأمن ودير شكاية ديالك، كتحط لهم هذوك الوثائق. أنت فاش كنتي كتصيفط لها الفلوس؟ في وكالة؟ اه ما فكرش أما ما نذكرش لنا اسمها. كنتي كتصيفط، كدير لا كارت ناسيونال ديال هاد السيدة والسمية ديالها لما كتصيفط الفلوس. اعطيني يكون ديال أه، اعطيني يكون ديال هذا عندك الكونت ديالك. اه إذا هذوك دابا أنت عندك جميع الدلائل، وكاينين الميساجات بيناتكم في الواتساب، ولا فاش كنتي كتهضر معاها؟ كاين كتكتب لي هي اه، كتكتب ليك. كتكتب لي اذا هي كلشي مازال عندك. كلشي باقي مازال عندي اذا حاليا. خاصك انت تمشي، اول حاجه دابا خاصك تمشي ديرها دابا، هي تهبط للكوميساريه وتحط شكايه ديالك، تمشي للولايه ولا تمشي اقرب كوميساريه هنايا، غيستمعوا لك في محضر وغيبداو معاك الاجراءات ديالك. كون متاكد ما حدهم، انت مخلي الروب بيرمي، مخليها لك لاتراس ديالها بان كاينه لا كارت ناسيونال، كاينه السميه ديالها، كاين الكونت ديالها. هاد الناس نصبوا عليك. نسبوا عليا بحق اذا اقل حاجه يقدروا يقولوا لك لا، ما بقيناش بغينا نعطوه، ولكن يردوا لك فلوسك. وردوا لك فلوسك ما هادشي اللي كاين، يردوا لي فلوسي وردوهم لك ولا مازال؟ ولا ما ردوا لي حتى حاجه. هو انا قال لي انت راك مرتب ثاني، وليت انا حمق قال لك ما نعاونوكش، تمريض نفساني، صافي قطع لي التليفون، صافي بلوكاو. صافي بلوك انا في التليفون، هو كلشي هو تعقيب، كلشي عندي انا. تجي 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 مخزن، يجي اي واحد كنقول له يجي انا عندي الحلول ديالي، اي واحد يبغي يدخل يجي عندي يشوفني، انا الوثائق كلشي عندي يعني. كلشي ماشي شفار، ماشي انا غير كندوي على الحق ديال هاد الناس ما تعداوش عليا. انا ماشي شفار، انا كشفار يجي يدوني انا من هنا، يجيو يهزوني دابا يهزوني انا، انا عندي اوراق صحاحه ما فيناهم هادشي ديال الوهم، هاهما عنديهم هما كاينين حاليا، ما ندربتش حاجه ما ندربها، علاش بنتخبى؟ علاش بنكذب انا؟ علاش بنكذب؟ إذا المتابعين ديالنا ومتابعات الكرام، ما كرهناش أن هذا اللايف والروبورتاج يتشاف على نطاق واسع، وأنه يكون تحرك من طرف الجمعيات الحقوقية في هذا الملف، يتبناو ويعاونوا ويمدوا يد المساعدة ولو باستشارة قانونية، كيفاش هذا السيد يقدر يدخل ويخرج وشنو يدير. وخا حنا كنقولوا لك سير للكوميسارية، حط ديكلاراسيون ديالك، وكون متأكد أن رجال الأمن غيباشروا التحقيقات ديالهم اللي في نهاية المطاف. كون متأكد حتى واحد ما فوق القانون في هذه البلاد هذه، حتى واحد ما عنده فين يهرب على القانون، خصوصا هاد الناس اللي غيكون عندهم زعما باز ليهم، اللي يقدر بنادم ينعس بالليل ويصبح مرتاح وكل نهار كيعيط ويقول لك صيفط 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 وانت مضرور. زعما كنقولوا لهم والله والله الاخوان، الا باز لكم راه ما عندكمش فين تنعسوا. كحكم استباقي الاخوان، باز لك اخويا واختي، وما خا تقول لي اي ظرف من الظروف اللي انت عايش فيها ولا اللي عندك، انك غير مسموح لك انك تنصب على الناس اللي ما عندهمش، الناس اللي فقط كانوا محتاجين ليد مساعدة تمد لهم. سقطوا طمعتوا فيه هو ما عندوش، وطمعتوا في تف ديك البركة اللي صيفطوا ليه الناس باش يتعاون بها مع الزمان وعنده جوج وليدات، طمعتوا فيها وديتوها ليه. شنو تبغي تقولها عمر اخويا ككلمة أخيرة؟ كلمة أخيرة عندي من الله تبارك وتعالى، ياخذ الحق فيها، الله ياخذ فيهم الحق، ماشي نطلب.